محتاجين لازانيا المرة دي هنسلقها، يعني احنا دايما بنعمل لازانيا ما بنبقاش نسلقها مؤخرا، المرة دي هنسلق اللازانيا اهو زي ما انتم شايفين. عندنا نعناع ناشف او ممكن نعناع فريش اخضر، عندنا جبنة موتزاريلا، جبنة فتة، سماق، ثوم، كريمة، وبشاميل انا مجهزاه. خلاص طبعا وصفة البشاميل سهلة جدا وعملناها كتير، فقلت بلاش ايه اضيع الوقت فيها، ممكن اقولها سريعا كده بنعملها ازاي. 3 معالق دقيق مع زبده لحد ما الدقيق يتشوح كويس قوي وريحته تطلع كده، نحس في مراخيرنا كده ان ريحه الدقيق طلعت. وبعدين بنبتدي نحط اللبن لحد ما احس ان الدقيق داب جوه اللبن، ونبتدي نقلبه بالراحه خالص خالص عشان يستوي على مهله. اول ما يستوي ممكن واحنا بنشوح دي بحط مكعبين مرقه، انا بحب بيبقى طعم اكتر. نحط بقى جوزة طيب، فلفل اسود، ملح، نحط بعد كده حبه ميه عشان مكعبات المرقه اللي انا حطاها او لو عندنا مرقه فريش. وكمان بنحط مع الخليط ده كريمه وجبنه موتزاريلا عشان يبقى طعمه احلى. خلاص اهو هحط اهو البشاميل، تمام، اقلبه كده كويس. وهجيب الكبه عندي هنا عشان عايزه افرم الثوم. الثوم بيدي للجبنه نكهه حلوه جدا. لو الثوم بيضايقكم ممكن نحط بودره ثوم، لو مش عايزين تحطوا ثوم خالص بقى براحتكم، لكن هو بيدي صراحه نكهه حلوه قوي للثوم. وهنحط كمان زيت زيتون مع الوصفه دي، بيديها طعم مختلف تماما بجد، يعني زيت الزيتون والثوم مع الوصفه دي بيديها طعم لذيذ قوي قوي. هجيب هنا الكريمه احطها هنا كده. الكريمه دي بجد من الحاجات اللي بتحلي جدا طعم الاكل جدا، يعني هحط النعناع، هحط حبه من السماق، هحط الثوم المفروم، هحط زيت الزيتون. فين زيت الزيتون ده؟ شوف مش على فكره ممكن نعملها لازانيا عاديه مش لازم رول، بس تغيير يعني تغيير، وهتبقى لذيذه كده وخفيفه صراحه. اجيب بقى كده اقرب كده اللازانيا، انا عايزه بس جلافز لو سمحتوا. بصوا بقى ابتدي اعمل كده ايه ماشي، وابتدي الفه كده بالظبط كده واحطها بالطريقه دي، تمام، مع حبه كريمه. واحطه طبقه خفيفه مش تقيله.